السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة بقى هنعمل مع بعض كده احلى مبكبكة، زي ما انتم شايفين كده المبكبكة الليبي بالطريقة الصحيحة، حاجة كده اخر جمال. زي ما انتم شايفين شكلها تبارك الله، حاجة جميلة جدا جدا، وبجد يعني اكلة حلوة قوي قوي، كل الاولاد وكل العيلة هتحبها من ايدك ان شاء الله. جربيها كده بكل التكات اللي فيها دي، هتعجبك جدا جدا. وانا عجبك الفيديو ما تبخليش عليا باللايك والشير والاشتراك في القناة، طبعا وجودكم كلكم شرف ليا وعلى راسي، انتوا كلكم حبايبي وعلى واهلي وكل حاجة بالنسبة لي. يلا بينا كده نبدأ بسم الله ونشوف التكات الجميلة اللي معانا في المبكبكة الحلوة اللي انتوا شايفينها دي. هي كده بقى استوت معانا زي ما انتوا شايفين، انا كده بقى هشيلها من على النار طبعا وهبدأ معاكم الفيديو طبعا اوريه لكم. انا هنا كمان غرفتها في اطباق بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده. يلا بينا كده نبدأ بسم الله ونشوف المكونات بتاعتنا. مكونات بسيطة جدا جدا طبعا. المكون الاساسي بتاعنا المكرونة. انا طبعا كان عندي المكرونة دي، بس انا بفضل اعملها كمان بالمكرونة اللي اصغر من كده، اللي هي المكرونة اللي بنقول عليها شوربة او الصغيرة جدا. ومعايا هنا طماطم ضربها في الخلاط، ومعايا هنا لحمة. طبعا اللحمة بتاعتك انتي على قد المقدار اللي انتي تحبي تعمليه. ده كيلو من اللحمة. يلا بينا كده. وهنا معايا بصلاية مقطعاها كده مكعبات، ونص معلقة من الثوم المفروم، وهنا كم قرن فلفل كده صحاح زي ما هما. واهم حاجة بقى شوية التوابل الحلوين دول، معايا بابريكا، ثوم باودر وبصل باودر، ومعايا هنا ربع معلقة من الحبهان المطحون، ومعايا كمان بهارات 7 بهار وفلفل اسمر والملح طبعا. انا معايا هنا حلة على النار احط فيها كده حبة من الزيت. طبعا المكرونة ما بتحبش السمنة، طبعا بتحب تتعمل بالزيت عشان تبقى كده مفلفلة وجميلة. لازم يسخن الزيت ده كويس جدا جدا. انا هكتب لكم البهارات دي كمان في صندوق الوصف. هنزل كده باللحمة اللي معايا دي، اديها صدمة في الاول كده. طبعا انا هحمرها لغاية ما تاخد اللون الاحمر الجميل ده، عشان خاطر ما تبقاش مسلوقة كده، لما احط المكرونة يبقى لونها جميل. هنزل بقى بالبهارات اللي معايا احمصها كده مع اللحمة، مش قادرة اوصف لكم الريحة جميلة قد ايه. وطبعا التوابل دي لما بتحطيها طبعا كده مع اللحمة كده والزيت بتدي ريحة جميلة جدا جدا. هنزل بالبصلاية اللي معايا كده اقلبها، انا يدوبك كده عايزة بس تدبل معايا مش تاخد لون كمان. هنزل بقى بنص المعلقة بتاعت التوم دي، بتفرق معاكي قوي 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 في الطعم، هتديكي طعم جميل جدا جدا، وبتدي كمان ريحة مميزة جدا للمكرونة. اقلبها كده كام تقليبة لغاية ريحتها ما تطلع. احط بقى عليها كده معلقتين كبار من الصلصة. بجد يعني جربي الطريقة دي هتعجبك جدا جدا، وهتاكلي ان شاء الله احلى مبكبكة. انا هنا هقلبها بقى كده. انزل بقى بالطماطم اللي انا ضربها في الخلاط. انا طبعا هسيبها كده، يعني طبعا هي مش بتتسبك زي المكرونة، انا هخليها تغلي بس كده لغاية ما تاخد تتسبك شوية كده، تبقى زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده. انا هنا بقى كده هنزل بالمية اللي بتغلي، لازم تكون معاكي مية بتغلي، ما تنفعش المية الباردة خالص تحطيها على اللحمة بعد ما تغلي او توصل للمستوى ده، لانك لو حطيت اللحمة باردة اسفل مية باردة هترجع تاني تنشف منك اللحمة، فلازم تزوديها مية سخنة. هي اللحمة بتاعتي هنا داخلة في السوى، ابتدي بقى املحها. انا كده اللحمة بتاعتي استوت بنسبة 100%، طبعا لان المكرونة ما بتاخدش سوى قد كده، فلازم تكوني مسوية اللحمة. هي هنا استوت زي ما انتوا شايفين كده، وشايفين لونها كمان متحمر وجميل جدا.
انا بقى هنزل بالمكرونة زي ما قلت لك، المكرونة اللي انت تحبيها واللي انت تفضليها، بس انا يعني بفضل المكرونة الاصغر من دي كمان، اللي هي المكرونة الصغيرة او بتاعت التحمير دي اللي بنحمرها. انا هنا زود حبة من المية السخنة زي الرز بالظبط كده، نفس المعيار بتاع الرز هتعملي بيه المكرونة، لان طبعا هنا المكرونة لما تستوي هتشرب بكمية المية دي. انا عندي هنا فلفل الوان وده اختياري طبعا، بس احنا بنحب طعمه جدا جدا، بيديها طعم حلو قوي. وحطيت كده كام قرن فلفل كده طبعا، ما نسيبهاش تنشف. وتكاية مهمة جدا جدا، المكرونة دي كده من البوتاجاز على الاكل على طول، ما ينفعش تسيبيها تشرب الصوص بتاعها او الصلصة بتاعتها، لان طبعا هي بيكون فيها نسبة نشا، فما ينفعش تسيبها تبرد خالص، لازم تقدميها سخنة كده. زي ما انتم شايفين تبارك الله، يعني شكلها جميل قوي قوي وكان طعمها حلو قوي. انا هنا غرفتها معاكم في الاطباق اللي انتم شايفينها دي، بيكون فيها كمان صوص كده ما بتبقاش ناشفة. انا عجبكم بقى الفيديو، يا ريت تدعموني باللايك والشير والاشتراك في القناة. اتمنى الفيديو بتاعي يكون خفيف على قلوبكم وينول اعجابكم. طبعا كلكم شرف ليا، اترككم في رعاية الله وامنه.